وبنبتدي ثالث ايام العيد بنعرف اهم الاخبار اللي منشوره في الجرايد النهارده 8/11/2011 كل يوم وحضراتكم طيبين مره ثانيه وبيشرفنا يكون معانا للتعليق على الاخبار استاذ اشرف البربري وهو رئيس قسم الاخبار بجريده الشروق. نهارك سعيد يا فندم. نهارك سعيد ونهار المستمعين كلهم سعيد. كل سنه وحضرتك طيب ومنورنا. وخلينا نستعرض الاخبار اللي احنا اخترناها علشان نطرحها على الساده المشاهدين النهارده. ومن مصر اليوم الحكومه تبدا مشاورات مع العسكري لمواجهه التحالف الاخواني السلفي في ازمه وثيقه الدستور. من الشروق مسيره الى القضاء العالي للتضامن مع المحاكمين عسكريا واستمرار اضراب ليلى سويف عن الطعام وسيف الاسلام ينصح الراغبين في الانضمام لها بالتاجيل. الاهرام بدء عوده ضيوف الرحمن اليوم. من الاخبار وزير الاوقاف غير راضي عن تنظيم الحج المصري السنه دي. المصري اليوم رئيس العليا للانتخابات فرز اصوات المغتربين سيتم بالخارج. من الشروق ائتلاف صفوة الفلول أنا أول مرة أسمع عنه يتحدى الإسلاميين في كفر الشيخ. الأهرام العدالة الاجتماعية أولا في قانون التأمين الصحي الجديد. المصري اليوم النيابة تحبس سائق أتوبيس الغردقة وبتسلم 11 جثة للسفارة المجرية. الأهرام حمص تتحول إلى مدينة منكوبة وللأسف إن ده بيحصل في العيد كمان. الأخبار روسيا تحذر من أي تدخل عسكري في إيران وده آخر خبر هيكون معانا. نبتدي بالمشاورات اللي بين الحكومة والعسكري لوقف التحالف الإخواني السلفي في أزمة وثيقة الدستور. طبعا هو الحقيقة العنوان ينطوي على قدر من التضليل والمبالغة المبالغة. ما في هي الحقيقة أنه الاعتراض على وثيقة الدستور ليس قاصرا على التيار الإسلامي. أغلب القوى السياسية أعلنت عن تحفظها ورفضها وبدرجات متفاوتة للوثيقة من لأسباب عديدة، سواء المادة 9 اللي هي كانت بتعطي المجلس العسكري حتى بعد التعديل صلاحيات فوق دستورية، أو مفهوم فكرة الوثيقة لاستباق الانتخابات واستباق اختيار مجلس الشعب واللجنة الدستورية لجنة صياغة الدستور بوضع قيود أو إطار لحركة الهيئة المنتخبة التي ستكون الوحيدة صاحبة الحق الشرعي والدستوري في وضع الدستور. مين اللي عنده اعتراض على اللجنة؟ لأنه بعتقد أن القوى السياسية كلها كانت بتتكلم أنه ما ينفعش نسيب لمجلس الشعب فقط حق اختيار الأعضاء اللجنة المية، من حق أن هم يبقى فيها المية دول بممثلين الشعب كله بأشكال مختلفة. لا، هو المشكلة أزمة الوثيقة ما لهاش علاقة بتشكيل اللجنة. تشكيل اللجنة ما فيش فيه مشكلة فعلا، لأنه هو تشكيل اللجنة عموما مجلس الشعب يختار 20 وفق ضوابط و80 من خارج المجلس، ومساله يعني مساله معروفه يعني احنا لسنا اول دوله في العالم تضع دستور. معروف انه لجنه الدستور يجب ان تمثل كل طوائف الشعب، عرقيه فئويه مهنيه، فمش هيبقى في مشكله. الازمه في فكره انه يبقى في مبادئ، بقول ان مبادئ زي او نصوص تقحم في الدستور دون التصويت دون طرحها للتصويت ودون استشارة اللجنة المنتخبة أو المشكلة من الهيئة المنتخبة. الحاجة الثانية الحقيقة برضو أنه لمواجهة يعني كلمة هي المسألة مش مواجهة الحقيقة، أنه التعامل مع الملف ده ما هوش التيار الإسلامي في مواجهة الحكومة وما هياش مواجهة، هي هو خلاف. الأزمة الثالثة والنقطة الأهم الحقيقة أنه إحنا القصة دي بتستدرج الناس لنقطة اهتمام أو لبؤرة اهتمام ليست هي المهم. المهم هو الانتخابات التي تفصلنا عنها 20 يوم. الناس في الشارع يا جماعة ما يعرفوش لحد دلوقتي أسامي المرشحين، ودي كارثة. الناس هتفاجأ أنه نسبة الإقبال على الانتخابات هتكون متواضعة للغاية، على الرغم أن في عقوبة. في عقوبة وعلى الرغم انه الناس كان عندها حماس، وزي ما شفنا في الاستفتاء حماس كبير للتعامل مع هذا، لكن الاهتمام بالقضايا او تفجير قضايا خلافية جانبية بعيدا عن بؤرة الاهتمام الحقيقية مشكلة حقيقية الحقيقة يعني. بس معلش استاذ اشرف اسمح لي، هو طبعا المهم ان احنا نعرف المرشحين بتوعنا ونركز في الانتخابات اللي جاية، بس اتعمل نفس الدربكة دي قبل ولما كانت في المظاهرات بتاعت الدستور اولا ومش عارفه ايه، وبعدين اوبا ضحك علينا قال لك لا يا جماعه مصر بتضيع الثوره اولا، واكتشفنا ان هو كان فعلا لازم يبقى الدستور اولا، وده اللي احنا بنحاول نصلحه. الحقيقه مفيش دستور اولا. تونس لا يوجد في العالم دستور اولا. تونس في الاخر عملت انتخابات، بس الفرق بين ان هم سموا المجلس الذي انتخب المجلس التاسيسي، احنا سميناه مجلس الشعب، لكن في الاخر من الذي سيضع الدستور اذا لم تكن تجرى انتخابات؟ لا يوجد دستور اولا.
يعني فكرة لا يوجد دستور قبل الانتخابات إلا إذا كان دستور استبدادي يتم وضعه من خلال لجنة يعينها المجلس العسكري ويعينها الحكومة. ولو كان في اقتراحات لتوضعه بأشكال مختلفة كثيرة يعني. أصل مين اللي يختار؟ زي ما في لـ80 زي ما تحط الضوابط لـ80 الانتخابات هي التي تحدد. عشان الناس تبقى هي اللي اختارت. تمام. فإذا حضرتك شايف إنه وثيقة المبادئ الأساسية للدستور هي في أفضل أحوالها ليس وقتها. في أفضل الأحوال. طيب الخبر اللي بعده من الشروق، والشروق مهتمه بشكل خاص بعلاء عبد الفتاح، بعتقد انه كمان بيكتب في جريده الشروق، ده مش عيب يعني ان احنا نبقى بندافع عن اللي بيكتبه في جورنالنا، وده حاجه مهمه جدا. وحصل انه في مسيره للقضاء العالي، وامبارح كان في كمان مظاهرات للتضامن مع المحاكمين عسكريا، واستمرار اضراب ليلى سيف. دكتور ليلى سيف هي والده علاء عن الطعام، وسيف الاسلام او احمد سيف الاسلام والده بينصح ان الناس عايزه الراغبين في الانضمام بتاجيل هذا القرار. التضامن مع علاء عبد الفتاح فريضة يعني، ليست مهمة الشروق، ولا التضامن مع علاء عبد الفتاح ليس بصفة علاء عبد الفتاح، لكن بصفة مواطن يحاكم أمام القضاء العسكري. محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مسألة يجب أن تكون في أضيق الحدود. محاكمة المدنيين الذين يوجه إليهم اتهامات تتعلق بالقوات المسلحة أولى أن يحاكموا أمام المحاكم المدنية، حتى لا تصبح القوات المسلحة هي الخصم والحكم. يعني أنا متهم بإني أساءت للقوات المسلحة، فلما أذهب للنيابة العسكرية أنا بقيت القوات المسلحة هي الخصم والحكم، دفعا للحرج من المفترض أن يحاكم أمام المحاكم المدنية. فعلاء عبد الفتاح ليس علاء عبد الفتاح، وخصوصا النشطاء. يمكن قد نرى عذر انه نحاكم المتهمين في قضايا البلطجه والجرائم الجنائيه امام المحاكم العسكريه من اجل الوقت وفي فتره الانفلات الامني، لكن السياسيين المساله يعني شديده السوء. يعني وبعدين اللي حصل طبعا المجلس العسكري الحقيقه دائما ما يورط نفسه في مواقف، وانا في نهايه هذا الامر علاء عبد الفتاح يفرج عنه ولن يعاقب، لانه في الاخر لن يتحمله الضغط، لانه ضغط عن حق. لا ده مش كنت اقول لك، مش فكره ضغط على بطل، وفكره ضغط عن حق، هو صاحب حق. لا يجب ان، وعلاء عبد الفتاح الحقيقه موقفه مشرف جدا. هو على فكره هو محبوس ليس بالتهمه، ولكن محبوس لانه يرفض المسؤول للتحقيق، وده موقف الحقيقه موقف اخلاقي محترم جدا. تمام. دكتور ليلى سويف طبعا وهي من اعضاء حركه 9 مارس، هي مضربه عن الطعام لحين الافراج عن ابنها، فعندنا اي معلومات عن، احنا كنا بنحاول نوصل لدكتور ليلى علشان نفهم منها تفاصيل، بس عندنا اي معلومات عن حالتها الصحية؟ لا بأس بها، اتصور انه اضرابها مؤثر. الدكتورة ليلى سويف نشيطة على كل المستويات، يعني الحقيقة برضو كمان يعني علاء عبد الفتاح يعني شخص صعب انه يتم الاحتكاك به او التحرش به، يعني عائلة حقوقية متشعبة النشاط، يسهل الحشد للدفاع عن أفرادها، فما بالك إذا كانوا أصحاب حق كما هو الوضع الحال يعني. دلوقتي يعني أتصور أن الراغبين في الانضمام لها هيبقوا كثيرين. فيجب الحقيقة يعني إذا كنا نريد الخير يجب إغلاق هذا الملف سريعا، تأجيله ليس في صالح ملف المحاكمات العسكرية بشكل عام كاملا. طبعا. الأهرام بدأ عودة ضيوف الرحمن اليوم النهارده الحمد لله، موسم حج حتى وان كان الوزير يعني غير راضي عن التنظيم، وازمه التنظيم دي ازمه سنويه، لكن نحمد الله السنه دي موسم الحج عدى بدون مشاكل حقيقيه سواء للمصريين او للمسلمين جميعا في المشاعر المقدسه. وده الخبر اللي بعده، وزير الاوقاف غير راضي عن تنظيم الحج المصري، بس هو الفكره انه يمكن كل سنه هي نفس الظروف، بس اول مره وزير الاوقاف يعني فعلا مش موافق. وزير الثوره، انا يعني احنا بنقول انه ما حصلش مشاكل حاده لكن باينه، ولكن معانا ده شيء جميل انه يطلع الوزير يعني ومن الحكومه وينتقد ويعترض احسن مكان. السنه دي احسن سنه، كان دايما بنبقى افضل سنه، دايما كانت بتبقى افضل سنه، الحمد لله ربنا يخلي سنواتنا كلها افضل من اللي قبلها. يعني نرجع تاني للانتخابات والاشكاليه او الازمه او ما اعرفش نسميها ايه، بل ليها علاقه بتصويت المصريين في الخارج، اللي عددهم انا بسمع من 9 ل 11 مليون، رقم يعني بيتراوح رقم ضخم جدا، سكان دول الخليج كلهم. لا بعيدا حتى عن كونهم يشكلوا حوالي 25% من اصوات الناخبين المصريين حوالي 40 مليون يعني. لكن هو الحقيقه برضو انا بس نقول خبر مصر اليوم، فرز الاصوات هيتم في الخارج، او طبعا لانه صعب ان احنا ننقله وهيبقى في مشاكل في النقل، لكن هو الحقيقه انا متشكك جدا، لانه عمليا هيبقى في صعوبه بالغه ان انا اسمح بتصويت 1,200,000 مصري موجودين في السعوديه، ما اعرفش كيف سيصوتوا، يعني هيروحوا القنصليه المفروض القنصليه تستوعب في الاخر 2,000 صوت
نبقى عمليين يعني. يعني ايه 2000 صوت؟ 2000 شخص يعني. ايوه مش لازم يروحوا في وقت واحد يعني، يبقى فيه هو يوم. اي انا قصدي يبقى من الصبح يبقى فيه ساعات عمل. شوفي لو 1000 ناخب راحوا والناخب بياخد 3 دقايق، معناها ان احنا عايزين 25 ساعة. يتحط اكتر من صندوق. انا هنشوفك حلول، اصل احنا برضو ما بنخترعش العجله. لا 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 شوفي، هو الحقيقه عملتها تونس برضو بشكل، وبعدين في صعوبه كمان اكيد اوروبا بتعملها مش بيعملها. لا اوروبا خبات. اوروبا الجاليات بتاعتها في فرنسا لها مثلا 10,000 واحد في مصر، فبيروحوا القنصليه. لكن انا بتكلم على عدد سكان يقارب عدد سكان دوله. بصي الكويت الهيئه الناخبه في الكويت 120,000. عدد الناخبين المصريين، عدد الناخبين في الكويت، عدد الناخبين المصريين حوالي 300,000. ماشي ربنا يزيد ويبارك. انت بتنوع الشعب ولا ايه يا استاذ؟ انما طبعا الحقيقه برضو هو اقرار هذا الحق، وان وجد صعوبات في التطبيق، لكن ده خطوه كويسه. الفكره الالكترونيه راحت فين وكانت ليه ما كانت متاحه وانا في عصر التكنولوجيا وكده؟ ما حدش عملها. شوفي ما حدش عملها بما فيها الامريكان. نعلمهم بقى. يعني نعلمهم احنا. هيبقى في لا في يعني عمليه علميا او تقنيا لا بيثبت ان في وسيله مؤمنه للتصويت عن بعد الالكتروني. بس في الاخر يعني هيصوتوا ولا لا هيبقى لهم هم. شوفي هم كده احنا الخطوه اللي عملناها ان احنا قطعنا خطوه، هو اقرار حقهم في التصويت. اللي هيروح او اللي مش هيروح، واللي هيروح ما يعرفش ما يتمكنش من التصويت، مش هتبقى بقى هي دي المشكله. ولو ان كان في حل برضو الحقيقه، لما احنا زي ما احنا بنتعلم دايما من بعض، البشريه بتتعلم من بعض. هي تونس خصصت تم 9 مقاعد للمصري للتونسيين في الخارج يتم التصويت عليهم. لان المشكله الحقيقيه اللي انا مش عارف هيعملوها ازاي، ان كل مواطن مصري بره هو ينتمي لدايره في مصر. فالمفروض ان انا ابعت له كشف قائمه المرشحين للدايره بتاعته. هو بقى يذاكر من بيتهم في الدايره. ايوه لا مين اللي هيبعت له الدايره؟ مين اللي في بطاقه التصويت؟ انا هبعت كام مليون بطاقه تصويت علشان ابعت لاي دايره؟ لانه لكل دايره لكل نائب. فهفترض ازاي؟ ففي مشكله حقيقيه. لو انا عندي 11 مليون انا عايز ابعت 88 مليون بطاقة انتخابية مختلفة. احنا هنراهن بقى ان المقيمين في الخارج مثقفين جدا، فانا بعت لهم ورق فاضي يكتبوا بس اسامي الناس اللي هم عايزين يختاروا. هم عايزين يختاروا، احنا بقى نرجع نتعامل معاهم. حلها ألف حل. من الشروق مرة ثانية، ائتلاف صفوة الفلول بيتحدى الإسلاميين في كفر الشيخ. يعني الصيغة نفسها الحقيقة يعني صفوة مع فلول، المسألة يعني حاجة ساخرة يعني. الفلول يعني أنا تقديري هو يعني إذا كان فيه حسنة في عدم إقرار قانون العزل، فهتبقى فرصة إن هؤلاء الإخوة الفلول يعرفوا لا خالص يعرفوا حقيقة وضعهم. هم كانوا متصورين إنهم إنه بما إنه كان نائب سابق، فلو نزل الانتخابات هينزل يكتسح. احنا هكتشف إنه هذا الرجل اللي كان بيحتاج للتزوير علشان ينجح وهو نائب، وهو معاه الحكومة ومعاه الحزب الوطني ومعاه أجهزة الدولة، كنا بنضطر نزور له. أيوة ما بالك دلوقتي لما والمعارضين ما يعرفوش يعملوا دعاية كويسة. فهي فرصة كويسة إن هؤلاء الفلول بصفوتهم ونخبتهم يعرفوا حجمهم الحقيقي. أنا بس يعني طبعا مش أنا أتخوف من الثقة الشديدة اللي حد تكلم فيها، لأنه على مدار 10 شهور اللي فاتت اتكلمنا عن حاجات كثيرة بثقة وطلعنا يعني طلع في الآخر الشر بيكسب، مش زي الأفلام العربي خالص ولا الأفلام الأجنبي. لا الحقيقة بس أحيان كتير الشر بيكسب. يعني احنا حسبتنا بس يمكن تصنيفنا للشر والخير هو اللي ممكن يكون شوية مختلف. لكن لا في مسألة الانتخابات الحقيقة في ناس هتنجح ممن نسميهم فلول، بس هم دول مش فلول، دول اللي هم مرشحي العصبيات والقبليات. لا دول ودول دول بينجحوا بينجح مستقل قدام الحزب الوطني، ثم ينضم للحزب الوطني لاعتبارات خاصه بالدايره والمصالح والكلام. فده في الاخر لا الحقيقه يعني من الصعب ان احنا نعتبره ضمن الحزب الوطني. ربنا يستر على الانتخابات بشكل عام. والفلول انا حاسه انه يعني هم من كتر ما احنا بنقول عليهم فلول طبعا، بس هم بيتعاملوا فعلا، هو بيقول انا فلول يعني خلاص بقى يعني بقى يعني بقى الناس يعني بيعرف نفسه بيعتبره لا بيعتبره فل صفه يعني بيصرفوا انا فل ومراتي فله جنبي يعني عادي جدا. صحيح الحضرتك.